لكن صاحب الدين هو اللي ينشط عليه الشيطان، لأنه كان يستعيذ بالله من الشيطان يورد يصل، ولكن يجي الشيطان يوقع بين الأخوان. أخوان طيب، أنتم يعني مولودين في من رحم واحد ومولودين في بيت واحد وعايشين مع بعض، ثم يدخل الشيطان. الشيطان ما ينشط ترى على البعيد واللي بينهم بين في قبائلهم عداوات، ما يجي لمهم، يجي للمتآلفين، يجي للمتحابين، يفرق بينهم حتى يصل إلى أنه يشتبون على أقوى رابط في الحياة، لو هو رابط الزواج، فينشط بين الرجل وزوجته، ينشط بين الحبايب، ينشط بين. فالشيطان له مداخل وله إفساد النوايا وله. ولكن قبل ما تروح يا أبو علي، وإن كان الشيء قديم، إلا أني مثل ما قلت أحب لأني أقول كلمة قلت أودع من على الشاشة يا بينا، والغلا في قلوبنا والله السجية. الله عليكم. قلت أودع من على الشاشة يا بينا، والغلا في قلوبنا والله السجية. اذكرونا بخير ولله سامحونا، ما بنا معصوم من ذنب وخطية. يا هلا المجلس ويا اللي تابعونا، الجميل كلني سامح خويا، الجميل كلني سامح خويا. مجلس للطيب حنا محتوينا، بل في وايد والحكم والشاذلية. راحت الأيام عاجلة ما درينا، نقدم الحكمة ونعطيها هدية. مسرع الدنيا بدينا وانتهينا، كنا مرات تقابلنا ضحوية، وساعات الفرقة ترى ما هي بدينا، والبقى لله خلق البرية. قلت أودع من على الشاشة يا بينا، والغلا في قلوبنا والله السجية. وأنت يا أبو علي صح الله لسانك، يبقى بيننا وبينك يعني أشياء أكثر من اللي يظن، لأنها شيء بسيط. بيننا محبة، وبيننا محبة في الله، وهي